السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا احنا بالمحاضرة السابقة اللي سبقت هذه المحاضرة التحليل المكاني لتوزيع البيانات المناخية اللي هو Special Distribution of Climate Data. سوينا ديش المحاضرة عن الرينفول، هاي مجرد يعني خاف انه احد يحتاج يعني محاضرة ثانية اضافية يعني عن شوية تكثيف محاضرات حتى انه يعرف الخطوات الصحيحة. هذا راح هنا نتعلم شلون نوزع درجات الحرارة بالنسبة لمنطقة الدراسة. طبعا ما ارجع واقول هسه المفروض افتح لكم رأس المناة واقول لك استدعيت الملف واشتغل، لا، انا بدي اعلمك عن الملف لازم شنو يحتوي. طبعا الستيشن نيم مو ضروري الا اسمها الحقيقي، اذا انت تريد هنا تضيفه كاسم فوفر اسمائها الحقيقية. اذا شلون ست اضيف الاسم هنا، اكو محاضرة شارحتها انا من الليبل عن طريق الـ يعني هذا، تروح منه وتفعل الليبل تضيف الاسماء مالتها، هو راح يستدعيهن لك. نجي اهم شيء يحتوي على اللانجتيود لكل محطة، يعني تقدر هاي المحطات اذا مو ضروري تضيف اسمها مثلا نسميها G1 G2 G3 G4 الى اخره، تتضمن لك لازم اللاتيتيود واللانجتيود، هذني كلش مهمات. بعد عندك الاليفيشن، الاليفيشن مو ضروري صراحة، مو ضروري يعني انا هسه موجود بس هو ما تحتاجه انت. نجي نحتاج الدور توزيع درجات الحرارة، الانوال، معدل الانوال لكل محطة، والفصول الجافة والفصول الرطبة. فهسه راح نجي شلون. طبعا هذا الملف انا حضرته كملته حولته سيفته بالتكست تاب ديميليتد، ايضا هاي المعلومة سبق ونوهنا عنها بالمحاضرة السابقة. هسه اروح افتح البرنامج مال الجي اي اس. بعد ما فتحت البرنامج اروح منه استدعي البيانات. بالمناسبة لازم يعني من ضمن الفقرات اللي أضيفها الشيب فايل، شيب فايل منطقة دراستك ضيفه، يعني هذني الأمور ما لها علاقة هسه ألغيهن، مجرد هاي مال كان المطر القبلهن، فأقدر يعني مجرد ما تنطيها من أنا خيار هذا تقدر إن تقول إنه أني وقفتهن. يا لي وقت هاي لحد الآن تقدر إنه تقول إنه هي هاي اللي هنا الستيشنات اللي خاصة بمنطقة الدراسة، ومو ضروري تظهرهن، تقدر تبقيهن بس كنوت نوتيفيكيشن. هسه نجي استدعي البيانات مال التمبرتشر ديتا، اقول له اديت ديتا، اروح للمكان اللي انا خازنتهم بيه، هنا انت احاول اسميهن باسمائهن داخل الفولدرات حتى واحد بالمستقبل اذا احتاجهم يعني يقدر يرجع لهم بسهوله. هسه قلت اختاريت تمبرتشر ديتا مو الاكسل، وانما اختاريت اللي سيفته باسم تكست، اقول له اد. بعد ذلك هسه انضاف، صار بالاسفل. شنو اسوي؟ اروح عليه اقول له ديسبلاي اكس واي ديتا، اللانجتيود اللاتيتيود، تمام، متاكد من الكوردينيت سيستم هنا الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، اذا غير خيار اعدل اني WGS 1984، اذا تحتاج تعديل تروح من اللي تعدل. بعد ما ذلك راح تقول له اوكي، تريد تظهرها على ضمن التيبل اوف كونتنت، نعم ظهرت على التيبل اوف كونتنت. هسه نرجع هياته ظهرت لي. هسه هاي الصيغه ما تفيدني حتى امثلها، ما تفيدني كتكست تبقى، فشنو اسوي؟ اروح اسويها كشيب فايل، اروح عليها اقولها اكسبورت، اصدرها داتا، داتا اكسبورت، اوكي. هل تريد تضيف طبقه من عنده هنا؟ اي نعم، هاي ضفتها بس حتى ما انساها وتضيع هنا لازم اغير اسمها. ادخل على بروبرتيز، اروح على جنرال اول واحد، اسميها شيء، اسميها تمبرتشر ديتا، اقول له اوكي. بعد ما انطيته كتين بريشر ديتا وانطيته اوكي، اروح على طريقة الرسم، طريقة الرسم اروح على الارك تول بوكس، شوية دي ياخذ وقت بس انه يحمل.
هذا الارك تول بوكس تروح على الاول خيار 3D analysis tool، تروح على الراستر انتربوليشن، تروح على الطريقة الثانية اسهل بالرسم من الاي دي دبليو، طريقة المسافة الترجيحية المعكوسة. تضغط هذا الخيار، بعد ما تضغطه تروح تستدعي التمبرتشر ديتا، هذا شيب فايل، لو ما محولها شيب فايل ما ظهرت لك هنا، فهسه هاي تمبرتشر ديتا حولتها انت شيب فايل، استدعى لك التمبرتشر ديتا. نجي شو تريد انت ترسم اولا؟ ترسم الانوال، السيزونال، دراي سيزونال، ويت سيزونال. هسه خلينا نبلش مثلا بالدراي، او نبلش بالاقل اللي هو الويت سيزونال. هسه نجي نختار شو تريد، اي انه يحدد لك شنو على اساس العناصر الموجوده ضمنه، فلاتيتيود، لانجيتيود، اليفيشن، لا ما اريدهم دولي، اختار الانوال مثلا. هسه راح ارسم الانوال، تمام، حددت له الانوال حتى اتاكد انه التوزيع راح نعطيها فقط ضمن منطقه الدراسه ما يتجاوز. اروح على الانفايرومنتال، على البروسيس اكستنت، اختار منها شيب فايل. لازم انا ايش قلت لك؟ تستدعي الشيب فايل هنا يفيدك بهذه الفقره دراي سيزون، هذا اصلير اوف شيب فايل، هذا ضروري حتى انه يخلي لك التوزيع فقط ضمن منطقه الدراسه. فمثل ما نلاحظ هنا ظهر لها التوزيع الطبيعي، هنا نلاحظ ان التوزيع ظهر مثل ما نشوفه. نجي هسه نشوف وين اكو خلل، ما سوينا لها at the same of the shape file، فاروح ارجع الغيها. نشوف هاي الفقرة كلش مهمة، جدا مهمة هاي الفقرة. هاي لحظة، هاي هسه اروح اعطيها ريموف، هاي ايضا اعطيها ريموف. هسه نجي الى الشكل الاصلي الان. طبعا بالمناسبة انت ما مسميتها صح، بس راح اعيد تسميتها بروبرتيز، اسميه شيب فايل او تمبرتشر ديتا شيب فايل، temp data shape shp، اقول له اوكي. فشنو اسوي هسه اني لهذا الشكل؟ اروح ارسمه. شلون ارسمه؟ مثل ما قلنا مسبقا انه اروح للديتا، طريقه منها ارك تول بوكس، 3D analysis tool، راستر انتربوليشن، مو راستر مانجمنت، راستر انتربوليشن. ناخذ اي طريقه، انا راح ارسم لكم بهاي الطريقه. نجي هنا نستدعي التمبرتشر، شو هسه شنو نريد نرسم؟ مثلا خلينا نختار الانوال، نروح للانفيرومنتال، نقول له بروسيسنج اكستنت، هاي ضروري نختاره لانه على اساسه نحدد امتدار التوزيع. هسه يصير اوكي، بعد ذلك يصير اوكي، ننتظر الرسم. يقول لك بالاسفل دا ينطيك جرينك، هسه ننتظر النتائج. لاحظ هنا هسه انطاك الرسم مضبوط. قبل شوية اذا انتبهت كان الرسم مو صحيح، ليش؟ لانه ما قلت له اكستنت، هاي الفقرة مال اكستنت كلش ضرورية. راح تسألني ليش؟ راح تسألني ليش هاي الفقرة كلش ضرورية اللي منها من ادخل على جرينج واستدعي واكمل هاي المتطلبات وادخل على الانفايرومنتال واختار بروسيسنج اكستنت، ليش مهمه واحددها ضمن الشيب فايل حتى الرسم اللي يرسم لي اياه مال التوزيع يكون فقط ضمن هاي المنطقه، لا يتنقص الى الداخل ولا يزود الى الخارج. فهذا كلش ضروري وتحدده دائما حتى ما توقع بخطا، لا ضمن الووتر شيد ولا البيزن ولا هاي، حدده ضمن الشيب فايل مال منطقه دراستك. هسه هنا انطاك التوزيع، شو تسوي انت للتوزيع؟ هسه انا شنو اني رسمت الانوال، تمام، يا اللي عندي اقل ويا اللي عندي اكثر ويا اللي عندي اعلى. هسه هنا هسه هذا نو بروبلم، هذا الانوال اروح حتى ما اخطا بيه شو اسميه؟ اسميه بروبرتيز، تروح على بروبرتيز على جنرال، اسميه انوال اي دبل ان يو اي ال، تمام. هسه نجي شلون نرتب هنا ونصفيه ونتجه، اجي مره ثانيه على الارك تور بوكس اختارها الطريقه دي، يقول لي هسه ايضا اختاريها، اختاريت الشيب فايل مالتها. هسه ما راح اختار الانوال، راح اختار الدراي سيزون،
اقول له ارسم اوكي، اروح على الانفيرومنتال العفو ما انساها، the processing extent default as the same of shape file العفو as the same of the shape file اوكي اوكي select and transfer يرسم as the same of the shape file. لاحظ هاي رسمها لي، هاي انا والله صرت اغلقها اروح عليها حتى ما انسى اسمها، اروح على بروبرتيز هاي شو تمثل لي، تمثل لي دراي سيزون، هاي كملت اقول له اوكي، اروح ارسم الرسمه الاخيره حتى اخلص من الرسمات وبعدين ابين توزيعها. الاخيره اختار نفس الشيء فايل، بعد ذلك اروح اختار الويت سيزون، اقول له على الانفايرومنتال البروسيسنج اكستنت امتداده از ذا سيم اوف شيب فايل نفس الشيء ما انسى اوكي. هسه اروح للانيمال اني مثل ما نقول انطيته، بعدين اروح للدراي سيزون انوال الدراي ايضا هسه اسده، وقال عندي فقط هذا غير اسمه حتى اعرفه هذا تابع المن ضروري، لان هو يعطيك اياها يعني كلهم نفس الالوان من البدايه، فش تسوي حتى لا تريد تشتغل كلهم. هسه هذا ويت سيزون اوكي، هسه كملت ثلاث رسومات، ابلش بالويت اللي هو اقل، شنو اسوي؟ اروح ادخل عليه انطيه شلون توزيع حراري اقل، يبلش الى ان توزيع حراري اكثر بعد ذلك اعمق او اكثر، نشوف شلون ترتيبين راح يكون، يا اللي اعمق يا اللي درجاتها كقيم اكثر تاخذ هي يعني اللون الاغمق الخاص بها، شلون راح ارتب هذا التوزيع بحيث يبين للشخص الناظر كقيم وكذلك يبين كمثل ما نقول احنا هسه راح نبينها. انا ادخل على البروبرتيز الخاصة به، اول شيء هاي التوزيعات كلش هواي تسعة، اروح على السيمبولوجي الاسم انا غيرته، اختار الكلاس فقط خمسة او اربعة ازي ولاية، بس راح نختار خمسة تمام، اختارينا خمسة، نجي على اللون نختار لون واحد لهاي تيمبرتشر حتى تصير يعني، لاحظ هنا هسه راح نطيها لون مثل هاي التسميات مثلا مثل هاي اخذتهن، فمثلا هذا دائما القليل يرمز لدرجة الحرارة مثل ما نقول احنا القليلة، هذا الويت سيزون ايش قد قيمه هنا اذا تلاحظ هنا ايش قد قيمه، هاي اعلى شيء اعلى قيم الى ان ينتهي وينزل الى اقل قيم، ايش قد القيم مالته الخاصه بي تجي ترسم. هسه نجي هنا عندنا دراي سيزون وعندنا الويت سيزون وعندنا شنو القيمه الاخيره اللي هي الانوال، راح نجي نغير توزيع هذه التوزيع يعني شلون ان الصور حتى تكون واضحه بطريقه افضل. فهسه مثل ما نلاحظ هنا مجرد ما ادخل عليه اروح على البروبرتيز مالته التوزيعات تسعه ينطيها بصوره عامه، فان ليش يعني تسعه تصير هواي خاصه من احتاج امثلها ضمن بحث ضمن كذا، فاختار خمسه اروح على الليبلز المراتب اللي بعد الفارز دي ينطيها كل شوية خليها مرتبة او مرتبتين اذا تريد حتى تكون هي يعني سيليزي، فهاي هنا اوكي اربعة هنا ايضا تقلل الليبلز مالتهن يعني الاكيورنسي كلش كافي مرتبتين، ليش؟ لان انت بعدين راح تسوي مثل ما نقول مفتاح خريطة، فمن راح تكون البيانات ب يعني هذا العمق بعد ال تكون كلش هواي، فاما انت من البداية من الاكسل تنطي فقط رقمين، او اذا هنا تجي تعدل الليبل مو الرينج، ليبل عدله لان حتى انه يثبت التعديل. فهسه شو تقول له؟ تقول له ابلاي، خلاص طبق. هسه احنا قلنا ابلاي، نجي على اللون، اللون اختار له لون واحد هذا اللون تمام عيني. هسه نجي على هذا اللون، اروح على مور كولرز
تروح اذا لقيته متحول على هذا الار بي جي، لا تحوله على الاتش اس في. نجي على الاتش اس في، ايش قد دا يقرا هناي؟ تروح للثاني، ايش قد دا يقرا؟ 20. تمام، فانت شو تسوي؟ 20 21. هسه احنا نبلش في 20. اوكي تمام، هسه اقول له اوكي. نجي على الثاني، اروح لعلى المولكلر اتش في زي، هنا انا 35، لا اقللها ما اخليها 35، ليش 20؟ فانطيها قيمة مثلا 28. اقول له اوكي. هاي كلش مهمة الفقرة، راح تخليك تقارب الالوان اسهل. نرجع ونقول اذا لقيتها ضمن الار بي جي ترجع تحاول الاتش اس في وتقارن وتطي قريب للاولى. تجي هنا هاي 51 كلش عالي، احنا وصلنا 28، فهسه لو ننطي 34 34 35 35 اقول له اوكي. بعدين هسه نروح على هذا مور كلر، مور كلر، ادخل على ال 68، لا انطيه مثلا 41، خلينا نشوف والله 41 40 هسه هذا لا مو 100%، ننطيه مثلا 57. هسه اقول له اوكي. خلينا نشوف توزيعهم، لاحظ توزيعهم ظهر بهذا الشكل. تريده يكون بهذا الشكل تمام، تريده تختار لاي لون ثاني يعني لا مشكله. لكن هسه احد يقول ليش خليت الالوان متقاربه؟ لان احنا راح رسمنا تقريبا يشبه هذا الرسم، هالشكل راح يكون. لان درسم يعني سبيشال ديستريبيوشن، توزيع مكاني للبيانات المناخيه. فالويت سيزون ننطيه دائما الاقل، مثل ما تلاحظون هذا الويت سيزون، او دائما بالمراحل الاقل ننطي. او تريد احد يقول له انا اريد اميل دائما للون البرتقالي، تروح تختار احد درجات البرتقالي من هناي كان يكون هذا اللون مثلا. تروح على المول كارد نفس الشيء مثل ما سيت قبل شويه، رحنا تشوف تتاكد من الاول ايش قد نسبته بالاتش اس في وليس النوع الثاني، تلقاه 20%، اساعد 20%. خلاص تروح على الثاني مثلا مور كلر، هذا 44، لا وذاك 20، فالفرق هواي. ننطي مثلا فد 33. اوكي يجي اللي بعده مور كلر، يعني حتى ذا هذا مثلا، يعني ما اريد الفيديو يضيع ويصير طويل بسبب هذا الشيء. كل اللي اريد من عندك انك تروح تتحكم بهذا الثاني. هسه هذا اسوي مثلا 37. اوكي اروح للي بعده، اقرا الموجود الان 64، اقلله انطي مثلا 52. 52 هم هواي، انطي مثلا 49. شوف لاحظ تقريبا قيمه 49 او 51 يطلع هالشكل. نعم 51. اوكي هسه اروح على هذا، اروح على المول كلر، هنا 81، احنا وصلنا بالخمسينات. مثلا لو منطيته هذا 63 اشوف اللون هنا. اوكي اقول له اوكي. بعد ذلك اخر واحد مور كلر، ايضا هنا 100%، لا احنا وصلنا ضمن 60. مثلا خلنا ناخذ 64، خلنا نجرب. هسه هذا 64، او ننطي بعد اكثر حدة من 64، 69. اوكي لاحظ هسه هاي الطاعن توزيع شنو نوعه؟ الطبيعي او الاعتيادي اللي هو ضمن الويت. اروح لهنا اسوي لها اخراج، انا مسوي اخراج يعني الاشياء المسبقة الرئيسية اللي تحتاجها انت حزها هنا مثل ما تلاحظ هذا للنص هنا. انا هنا الرسم صراحة ما احتاج اضيف لي جنس، وهاي يعني حسب كل رسم شنو يحتاج. اروح على السهم اغير من التاتش للسهم، اضغط على التكست مال هذا الاسم اكتبه احوله ويت سيزون، ويت اندرسكول سيزون، اس اي اي اس
هذا الويل سيزون خاص بي بالتمبرتشر. هسه راح نجي نبينها بالتمبرتشر. هسه اوكي، هذا بالمناسبة ارجع عليه، كان راح يكون هذا بالنسبة لي الرسم هو رسم اي، فاغير التسمية سمي اي اسمه، اقول له اوكي. هسه اسوي له اخراج. اروح على هذا الرسم، فقط احتاج اسوي بالاول هذا، اقول له هذا ديليت ما احتاجه، توتال غينفو هذا ديليت. هسه اجي هنا شنو اضيف؟ اضيف فقط ضمن الاول حتى اثبته، انسيرت سكيل بار اي نوع، نضيف اي نوع موجود يعني لا على التعيين، انت اللي تختار البروبرتيز وتكمل اعلان تسوي اخراج لهذه الصورة وتكمل هذه البيانات. ان شاء الله اتمنى تكون هاي المحاضرات تفيدكم، وخاصة الباحثين واللي هم اصلا تخصصهم مو جي اي اس، فليعانون من هذه المشاكل. طبعا من ثار لك بالكيلومتر نو بروبلم، احنا نريد بالكيلومتر تعلمنا سابقا، تريد ترجع على المحاضرات السابقة شلون تحوله. هذا هنا كيلومتر. هسه بعد ذلك تقول له ماب اكسبورت، تصدر لي اياها او تخرج لي اياها لهذه الصورة، تخرجها وين تضيفها؟ ضمن التمبرتشر بعد، تروح تضيف سبيشل داتا ديستريبيوشن هنا، هنا تكتب ويت سيزون، اهم شيء تنتبه للريزوليوشن تخليه 100% حتى تطلع دقة الصورة ممتازة. دقة الصورة هسه خلوه نستدعيها وكأنه هناي، لاحظ انسيرت بيكتشر، هاي النوع الاول اللي هو ويت سيزون. هاي تلاحظ هسه احنا هنا، اذا اكو اضافات اضافيه بعد تشغلك بالوورد تقصهن، ولانه يعني تحاول تجمع هذه الرسومات الخاصه بالتوزيع المناخي حسب شو تريد تتوزع. ان شاء الله تكون، اتمنى هاي المحاضره فادتكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار راسلوا القناه ضمن الكومنت، ونطلب من عندكم دعم للقناه ايضا حتى توصل المنشورات لجميع الباحثين. ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات لاحقه، دمتم بامان الله وحفظه.